الهلال يضرب بقوة، يضرب فرق المقدمة بلا رحمة، فاز على الشباب بخماسية، وأمس كرر الخماسية مرة أخرى على الأهلي، وفي نفس الوقت يتعادل مع فرق غير المقدمة، مع مثل تعادله مع الباطن. الهلال عادل قوة الهجومية الضاربة، عادل العروض الجميلة، وشاهدنا أهداف رائعة جدا في مباراة الأمس، وخصوصا هدف سالم الدوسري العالمي. نعم، واحد من أجمل الأهداف الضاربة بكل أمانة، لكن في جزئية إنه الهلال يفوز بنتائج كبيرة على الفرق الكبيرة، هو واحد من المشاكل اللي بتواجه الفرق الكبيرة بما فيها الهلال، النصر، الشباب، إنه لما يلعبوا مع فرق أقل في الترتيب في الدوري دائم الفرق تعتمد الصغيرة على الجانب الدفاعي، الأنظمة الدفاعية المحكمة جدا زي ما يقول الباركز بس، ويعتمد على الهجمات المرتدة، لكن لما يلعبوا ضد الأهلي، ضد الشباب، ضد النصر، المباراة بيكون فيها المباراة مفتوحة، الفرقة الثانية بتطلع من الدفاعية. نحن شاهدنا نتيجة مباراة الأمس جانب التجهيز للمباراة نفسه من الفريقين. قبل المباراة إدارة الهلال بتتكلم عن أنه 3 جولات حاسمة لتحقيق لقب الدوري للسنة الثانية على التوالي. في الجانب الآخر، الجانب الإداري في الأهلي مشاكل، تم استبعاد عدد من المحترفين من التشكيل، الاحتمال على لاعبين صغار في السن في مرحلة زي دي قدام فريق زي الهلال تعتمد على لعيبة صغار في السن، ممكن اللعيبة نفسهم يكونوا ما مقبولين في المواسم الجاية من جمهور الأهلي، تسبب في ضغط كبير عليهم جدا النتيجة اللي حصلت أمس. فكان من باب أولى الفريق يلعب بأفضل العناصر الموجودة معاه، يطلع بفارق مهزوم بفارق هدف أو هدفين، يبدأ يجهز للموسم الجاي في باقي المباريات بالعناصر الصغيرة في السن المذكورة. الهلال دخل المباراة بكامل رغبته وتركيزه في حسم الدوري وخطوة أخرى نحو لقب الدوري، وحقق المراد بنتيجة كبيرة. مباراة صعب تعرف منو نجم المباراة للأمانة في فريق الهلال، سالم الدوسري والأداء الكبير والهدف السجله.